يقول السائل: يقول الله تعالى: ويبعثك ربك مقاما محمودا. عسى أن يبعثك. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نعم. كيف نوجه ما ورد عن السلف هو إجلاس الله عز وجل نبيه على العرش؟ هذا ورد عن الرسول، ما هو عن السلف، هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من إكرام الرسول صلى الله عليه وسلم وإظهار شرف الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأمور التي تحصل للرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، إظهارا لشرفه. يبعثه الله مقاما محمودا، هذه الشفاعة، الشفاعة العامة لأهل المحشر، لأن يحاسبهم الله ويريحهم من المحشر، هذا المقام المحمود. يشفع الرسول بإذن الله، يستأذن من ربه ويسجد، يخر ساجد بين يدي ربه حتى يقال له: ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع. ثم يشفع في أهل المحشر في أن يفصل الله بينهم ويريحهم من المحشر، من الوقوف في المحشر، فيحمده على هذا الأولون والآخرون على هذا المقام وهذه الشفاعة. وأما إجلاسه على العرش هذا كرامة ثانية للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا إكرام آخر للرسول عليه الصلاة والسلام.